وش هي خطتك المستقبليه يا عامر؟ اكون اسره واصير عنصر فعال في المجتمع ويشار الي بالبنان، واكون او لا اكون. ما شاء الله ما شاء الله، حدثني عن طموحاتك. عندي اولويات يا عم، اهلي وزوجتي واهل زوجتي، سعادتي من سعادتهم لانهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. هذه بنتي الغالية روضة، وهذا عامر. عاد أنا استأذنكم أجيكم بعد شوي. أنت روضة؟ إيه؟ مع أنه المفروض بالجامعة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، وش ذا الزين وش ذا الجمال ما شاء الله، الله لا يضرس. يا رجال خليك ثقيل، اذقر اذقر، ترى البنات ما يحبون الرجال الخفيف. هل تفضلين الزوج التاجر أم الفقير؟ أفضل التاجر، فكرة وثقافته وتعامله. طيب وش دور الزوج والزوجة بالبيت؟ الزوج هو رأس العائلة، والزوجة الرقبة اللي تحرك الرأس. أبلش، جواب ذكي وغامض وخطير، وأنا ما أحب البنت المغرورة والذكية والغامضة. وش تقصد؟ أقصد أن المقابلة انتهت والشوف الشرعية تمت، وبتجيك النتيجة من أمي. صدقت عمتي حصة يوم قالت شايفة نفسها وثقيلة ومغرورة. بس والله زينة، الجمال مو كل شيء يا عامر، خليك ثقيل زي ما قالت عمتك حصة. السلام عليكم. مع السلامة. انت شايف نفسك وش عليه؟ ليش ما تبيها؟ مغرورة وشايفة نفسها. اها مغرورة وشايفة نفسها، هالكلام هذا انا قلتها لامك، بس امك الله يهديها راسها يابس ما تسمع الكلام. اقول اترك الموضوع علي وزهلها بس. معصي، ما بيك تتدخلين بيني وبين ولدي. عاد انا قايل لكم هذه شروطي، اذا ما توفرت ما راح اعرس. من زينك عاد شروطي وشروطي، ومن اللي بيقبل بك انت وشروطك ذي؟ خل وحده تقبل بك اول. لا يا شيخه، الحين مو بتبوني اتزوج واستر على نفسي؟ خلاص جيبوها على هواي. انت مو قلت تبي وحده جميله ومثقفه؟ هذه البنت جميله ومثقفه. لكن هذه ما طلعت مثقفه، طلعت فيلسوفه وذكيه. وانت يا لكمخه تبي وحده غبيه؟ عندما يجتمع الجمال والخيال وكيد النساء في امراه، تاكد انك في مأزق. مأزق؟ مأزق؟ والله اللي بتاخذك هي اللي في مأزق. بعدين هالجملة ذي مو سارقها أنت؟ من المكتبة. قصدي الزوجة الذكية يا عمة تورط زوجها. اي هذا إذا كان ذكاء الرجل الله بالخير. عارف قصدك يا عمة وبمشيها، بس أبيك تدورين لي على زوجة ثانية.